المستثمر الصيني بالشركات اللي جات مصر دي، هل له منافذ أخرى في المنطقة؟ يعني ليه مصانع مثلا في المغرب، في جنوب أفريقيا، في الخليج؟ لا، في بعضهم ابتدى يصنع، كان ابتدى في تركيا. تركيا يعني تركيا تنافس لها في احتواء عدد من المصانع هنا. دي حقيقة. ما هناك تركيا برضو اقتصادها يعني في اقتصاد قوي يعني. بالظبط كده. اقتصاد قوي، وفي نفس الوقت يعني زي ما بقول، هو أهم حاجة إن معرفة متطلبات المستثمر وتوفيرها ليه، وخصوصا ما لما يكون في رغبة من الحكومة في كده، فده بيشجع. وزي ما بنقول كده، احنا بس بنقول لو في إسراع في إنهاء جميع الإجراءات، لأن الشركات دي أخذت قرارات سريعة جدا بعد عملية الترشيد في الاستيراد، ان هي قرار ذكي منها حتى لا تفقد السوق يعني، وجريء بصراحة، لان سرعة اخذ القرار وان هم ييجوا يفتحوا في خلال 3 شهور ل 6 شهور يبتدي يطلع انتاج، دي سرعة في القرار. ويمكن كمان احنا محتاجين نتابع معهم الخطوات اللي جاية. يعني انا اظن اتمنى ان استاذ رئيس الوزراء يتابع، لان انا النهارده ووزير الاتصالات بالظبط، لان الخط يعني الخطوه دي خطوه جريئه، ممكن تكون ما تعملش دراسات جدوى كفايه للتكاليف. فاحنا محتاجين نشوف الناس دي، هل التكلفه اللي طلعت تكلفه تنافس التكلفه من التصنيع من الصين، ولا هيبقى محتاجه نوع من انواع الدعم الحكومي في المجال ده. لان برضو بنقدر نقول ان الصين عندها ميزه، الصين بتصدر للعالم كله، فحجم الانتاج حجم ضخم جدا، فبيقدر يستوعب التكلفه وتبقى الكونتريبيوشن بتاع التكلفه قليل. هنا في مصر حجم الانتاج برضو هيبقى محدود، لان الكاباسيتي بتاعت المصانع يعني بنتكلم في بعض المصانع مليون، يعني مليون ونص جهاز، في مصانع تانية مستهدفة 3 مليون جهاز، في مصانع تانية مستهدفة 4 مليون جهاز. دي أرقام قليلة، فتعتبر أرقام قليلة بما يقارن بحجم الإنتاج في الصين طبعا. فهنا بقى هيبقى مواجهة تانية، الناحية التانية الأيدي العاملة المدربة بالظبط كده. وهنا في مصر الكوست القليل أو الرخيصة شوية، فنتمنى نشوف ان احنا نتابع معاهم، يبقى مش مجرد وجودهم، لا مجرد ان احنا بنتابع معاهم وبنشوف ايه المشاكل اللي موجودة عشان نقدر نزللها، عشان نحافظ على استثماراتهم. لان استثمارات مصنع يطلع انتاج متوسط من 3 ل 4 مليون جهاز، فهو محتاج اتليست يستثمر مش اقل من 20 مليون دولار عشان يقدر يبقى عنده مصنع بيعمل ما يطلق عليه سي كي دي، او اللي هو التصنيع الكامل. طيب في المقابل بقى، هل احنا عندنا بنية تحتية تكنولوجية في مصر تستوعب مثل هذه الصناعات؟ اول حاجه احنا عندنا السوق اللي يستوعب هذه الصناعه. نمره 2، عندنا بنية تحتية. احنا طرق، عندنا كهرباء، عندنا غاز. بالظبط. اوكي. سعر الطاقه بالنسبه لنا برضو كمصر من الحاجات المنافسه، من دول يعني زي ما قلنا القياده العامله والطاقه حاجات منافسه. تاني حاجه، الدوله الفتره في السنين الاخرانيه بتستثمر في البنيه التحتيه التكنولوجيه بشكل قوي جدا، من تحويل الانترنت كله الى فايبر اوبتكس بشكل قوي، لحاجات كتيره جدا، زي ما بنقول حتى ايفن لما كنا لسه بنتكلم على الكاشلس انفايرمنت، المجتمع النقدي، الاستثمارات في المحافظ الالكترونيه والتجاره الالكترونيه، كل ده بيكمل بعضه. يعني احنا النهارده التجاره الالكترونيه ابتدت تنمو بشكل قوي جدا في مصر، فنمت جنبيها فكره اللوجستيات او شركات كل ده برضه تليفون محمول، كل ده مربوط ببعضه، لان النهارده خلاص التكنولوجيا كلها بتربط كل الحاجات ببعضها، وكل ما سوق بيتفتح او مجال بيتفتح بيفتح معاه مجال لحاجه تانية جنبيها. وزي ما قلنا، لما التجاره الالكترونيه ابتدت تكبر في مصر، ابتدت قدامها على طول شركات اللوجيستكس او شركات التوصيل تنمو بشكل قوي جدا في مصر. فهي قطاعات كلها يجي قدامها مثلا نشاط التخزين، يعني بقى النهارده في اماكن بتبقى مخصصه لكمخازن كبيره عشان يبقى في زي ما بنسميها ديستريبيوشن هابس، او مناطق تخزين وتوزيع في تغطي جمهوريه مصر العربيه كلها. فاحنا بنقول هي عباره عن سلسله من الخدمات، مجرد ما بنشتغل على حاجة التانية على طول بتنمو جنبها، التالتة بتنمو جنبها، وكل ده بيستوعب عمالة من الشباب المصري.